مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد بين طهران وتل أبيب، ووزير خارجية يجري اتصالات مع نظرائه الإيراني والإسرائيلي والأمريكي. زعماء مجموعة السبع ينددون بالهجوم الإيراني على إسرائيل ويؤكدون العمل على محاولة استقرار الوضع في الشرق الأوسط. العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة لحرب إقليمية، وعمان تستدعي السفير الإيراني لرفض تهديدات طهران. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطيرة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. وطلبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار حالة التصعيد العسكري غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل بشكل ينذر بخروج الوضع عن السيطرة وتهديد استقرار المنطقة وتعريض مصالح شعوبها للخطر. وطلب وزير الخارجية نظيريه الإيراني والإسرائيلي خلال اتصالين هاتفين منفصلين، طلب بضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن سياسات حافة الهاوية والاستفزازات المتبادلة التي من شأنها أن تزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. ونقل وزير الخارجية إلى نظيره الإيراني والإسرائيلي استعداد مصر لتكثيف جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة التي باتت تأخذ منحنى تصعيدي خطيرا، لا سيما لتزامنها مع استمرار أزمة قطاع غزة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني وتصاعد حدة التوتر في بؤر متعددة في المنطقة، مطالبا بإحكام صوت العقل والرشد وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لإيجاد حلول تحافظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامة شعوب المنطقة. أجرى سامح شكري وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حول تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك عقب الهجوم العسكري الإيراني ضد أهداف إسرائيلية وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية بشكل بات يشكل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.
وتبادل شكري وبلينكن الرؤى والتقييمات حول ممارسات أو مسارات التحرك لوقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، حيث أحاط الوزير شكري نظيره الأمريكي بنتائج الاتصالات المكثفة التي تطلع بها مصر مع الجانبين الإيراني والإسرائيلي لمواجهة الأزمة والحيلولة دون خروجها عن السيطرة. أكد سامح شكري وزير الخارجية في اتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لاحتواء الأزمة الراهنة بين إيران وإسرائيل واستمرار بذل قصارى الجهد من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية. حذرت إيران إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت الهجوم الذي شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ. وأضافت طهران أنها حذرت واشنطن أيضا من عواقب دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها. وأفاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن نفسها. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، ولكنه أشار إلى أن بلاده لا تخطط ولا تسعى لاستهداف القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة. نقلت صحيفة يديعوت أحرانوت عن قيادي عسكري سابق أن إسرائيل أنفقت ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل أو ما يوازي 1.3 مليار دولار خلال ليلة واحدة من أجل التصدي للهجوم الذي أطلقته إيران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ. وقال رام أميناخ المستشار الاقتصادي السابق لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية أن التكلفة تشمل فقط التصدي للمسيرات والصواريخ دون إحصاء الخسائر الميدانية والتي أعلن الجيش في وقت سابق أنها طفيفة. وأوضح أميناخ أن كل صاروخ من نظام أرو الذي يستهدف الصواريخ الباليستية يكلف نحو 3.5 مليون دولار. في المقابل يرى أن إيران أنفقت نحو 10% فقط مما تكبدته إسرائيل. تطور خطير يشهده العالم والمنطقة مع أول هجوم مباشر من نوعه تشنه إيران ضد إسرائيل، ما يؤكد من جديد المخاوف نحو اتساع رقعة الصراع في المنطقة. إيران نفذت هجوماً بمسيرات وصواريخ على إسرائيل في هجوم وصفته طهران بأنه رد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق
وتسبب بمقتل 16 إيرانياً. الهجوم الإيراني شارك به أيضاً حلفاء لإيران، حيث أطلق حزب الله اللبناني صواريخ كاتيوشا في اتجاه الجولان، كما أطلقت قوات الحوثي مسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. ورغم تنديد دول عدة بالهجوم، إلا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت أن العمل العسكري الإيراني تم تنفيذه على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس، وكان رداً على العدوان الإسرائيلي على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن أن إيران أطلقت عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، مضيفاً أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، وأشار إلى أن عدداً من الصواريخ الإيرانية سقط في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية. حدة التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفعت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يزيد من احتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة. هذا وتوالت ردود الفعل العالمية بعد إطلاق إيران لعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الخصمين الإقليميين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ. وفي بيان له أضاف جالانت أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى. من جانبه قال جانتس الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب، وأضاف أنه سيتم تشكيل تحالفا إقليميا. ندد زعماء مجموعة السبع بالهجوم الإيراني على إسرائيل مؤكدين أنهم سيعملون على محاولة استقرار الوضع في الشرق الأوسط. وفي بيان لها أعلنت إيطاليا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجموعة السبع أن إيران خطت بهذا التصرفات خطوات نحو زعزعة استقرار المنطقة وتخاطر بإثارة تصعيد إقليمي لا يمكن السيطرة عليه ويجب تجنب ذلك. ومن جانبه أعلن البيت الأبيض أن واشنطن لن تشارك في أي رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات مع قادة مجموعة السبع وتم التأكيد على دعمهم لإسرائيل. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أي تصعيد إسرائيلي سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة،
مشددا على أن بلاده لن تكون ساحة لحرب إقليمية. وبحث الملك عبد الله مع بايدن آخر التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشتى الطرق وبشكل كاف ومستدام. استدعت الأردن السفير الإيراني لدى عمان احتجاجا على التصريحات الإيرانية باعتبارها تمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ترفض التصريحات التي نشرتها وسائل أعلام رسمية إيرانية في الأيام الماضية، وحملت تحذيرا من أن الأردن سيكون الهدف التالي في حال تعاونها مع إسرائيل في مواجهة إيران. أدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الهجوم الإيراني على إسرائيل واعتبره تصعيدا خطيرا وغير ضروري، وأشار إلى أنه بفضل الجهد الدولي المنسق الذي شاركت فيه بريطانيا تم اعتراض جميع هذه الصواريخ تقريبا. كان هذا تصعيدا خطيرا وغير ضروري وقد أدنته بأشد العبارات، وبفضل الجهد الدولي المنسق الذي شاركت فيه المملكة المتحدة تم اعتراض جميع هذه الصواريخ تقريبا لإنقاذ الأرواح ليس فقط في إسرائيل ولكن في الدول المجاورة. وأرسل سلاح الجو الملكي البريطاني طائرات إضافية إلى المنطقة كجزء من عملياتنا الحالية لمواجهة داعش الإرهابي في العراق وسوريا. أستطيع أن أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددا من الطائرات الهجومية الإيرانية بدون طيار، وأريد أن أشيد بشجاعة واحترافية طيارينا الذين حلقوا في مواجهة الخطر لحماية المدنيين. المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط. وقال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد إردان في رسالة موجهة إلى المجلس إن الهجوم الإيراني تصعيد شديد وخطير. دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل، وأكد بوريل أن هدف الاجتماع مناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل والمساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة. تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالها الجوي، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة. وفي هذا الإطار خصصت وزارة الهجرة خطوطا للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تابعة وتتابع مستجدات الموقف. كما أهابت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالجاليات المصرية المقيمة في دول الجوار بأهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة من سلطات الدولة المضيفة والسفارات المصرية بهذه الدول ومتابعة بيانات الوزارة في هذا الصدد، ولا سيما في ضوء ما تتناوله بيانات وسائل الإعلام الصادرة مؤخرا من إعادة فتح المجالات الجوية واستئناف حركة الطيران بصورة طبيعية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ. من جهتها أكدت وزارة الطيران المدني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، وشددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران. قرر
قررت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات كل من الأردن والعراق ولبنان. جاء ذلك بعد إعلان تلك الدول فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران عقب إغلاقه لعدة ساعات بسبب إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل. التاسعة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. الاحتلال الإسرائيلي يعلن استدعاء فرقتي احتياط لمزيد من العمليات في قطاع غزة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربي ومدفعيته على قطاع غزة في اليوم 191 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وفي حصيلة غير نهائية بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 من أكتوبر الماضي 33,729 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن إرهاب المستوطنين المنتظم والمنظم قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية من جيش الاحتلال. وحملت الخارجية حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال. وحثت المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة الدولية. أعلن جيش الاحتلال أنه سيستدعي قريبا فرقتين من قوات الاحتياط للعمليات في قطاع غزة. وكانت إسرائيل قد سحبت في وقت سابق من الشهر الجاري بعض قواتها من غزة مؤكدة أن القوات سوف تستعد لمزيد من العمليات في القطاع بما فيها مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من 1,000,000 فلسطيني. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات واستقبال الجرحى. لم تتوقف مصر عن دعمها الثابت للأشقاء في قطاع غزة عن طريق استمرار إدخال الشاحنات الإغاثية للقطاع. استطاعت مصر حتى الآن أن تدخل ما يزيد عن 4,000 شاحنة من المواد الإغاثية المتنوعة عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ومنها أكثر من 20,000 طن من المواد الغذائية و20 أخريات من المستلزمات الطبية، فضلا عن ما يقرب من 11,000 طن من المواد البترولية. ولا يقتصر الأمر على الشاحنات الإغاثية فقط، فقد دخل إلى المستشفيات المصرية ما يقرب من 4,000 من المصابين
الفلسطينيين وتم توزيعهم على عدد من مستشفيات العريش ورفح والقاهرة. ويعد معبر رفح المصري من أهم المنافذ البرية لقطاع غزة والوحيد الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء منذ بداية الحرب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. المزيد حول حركة دخول المساعدات واستقبالها يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال المساعدات الإغاثية المختلفة للأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن إدخال عدد كبير وآلاف الأطنان من الشاحنات وأيضا المواد الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية. يعني ربما حتى هذه اللحظة منذ بداية العدوان على الأشقاء في قطاع غزة دخل إلى داخل القطاع أكثر من 20,000 طن من المواد الغذائية وأكثر من 20,000 طن من المستلزمات الطبية، بالإضافة لما يزيد عن 11,000 طن من الوقود. هذه بالطبع يعني ربما الأشياء الأساسية التي يحتاجها الآن القطاع أو الأشقاء في قطاع غزة. بالإضافة لذلك أيضا نتحدث عن خروج من الناحية الأخرى، عن يزيد عن 4,000 من المصابين من الأشقاء في قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية التي حددتها بالطبع وزارة الصحة، سواء في العريش أو بئر العبد أو حتى في القاهرة بشكل عام مثل القصر العيني ومعهد ناصر. اما اذا تحدثنا بشكل عام عن يعني التفاعلات العالمية والمجهودات المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، فنرصد بالطبع المجهودات المصرية حول الوصول لوقف دائم ومستدام لاطلاق النار، وايضا المحاولات الاخرى من الامم المتحدة واليونيسيف التي يعني وجهت قوات الاحتلال باهمية تيسير دخول المساعدات. وبرغم عرقلة قوات الاحتلال لدخول هذه المساعدات بشتى انواعها، الا ان المجهودات المصرية لا تتوقف، حتى أن في أيام العيد فقط دخل ما يقرب من 1,000 شاحنة من المساعدات الإغاثية المختلفة إلى الأشقاء في قطاع غزة، فضلا بالطبع عن استمرار مطار العريش الدولي في استقبال عدد كبير من الأطنان وألاف الأطنان من المساعدات المختلفة من يعني مواد غذائية ومستلزمات طبية، وأيضا بالإضافة أيضا لمطار العريش الدولي أيضا المجهودات الخاصة بالإسقاطات والإنزالات الجوية للمساعدات على شمال قطاع غزة. بشكل عام يعني المجهودات المصرية من معبر رفح المصري لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول للتخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا المجهودات الدبلوماسية، خصوصا حتى مع اضطراب جميع الأوضاع وأيضا الحدود في البلاد المجاورة، إلا أن القضية الفلسطينية كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل هي قضية القضايا. والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة. جزيل الشكر لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العريش. واستكمالا، فقد أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. تتضمن القافلة أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4,009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية. جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم تتوقف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تعمل الدولة على توفير المساعدات الإغاثية لهم. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل الدعم من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء منذ بدء العدوان، فهذه هي القافلة السادسة في مرحلتها الأولى التي أعدها التحالف، والتي تشمل أكثر من 250 شاحنة وتحوي على أكثر من 4,000 طن من المساعدات المختلفة. احنا بفضل الله كالمعتاد من ساعة الغزو على غزة، واحنا القافلة يمكن دي الستة أو سبعة، واحنا من
قافلة بتطلع بنبدأ نجهز في الثانية، وده بالتنسيق مع التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين دايما تبع التحالف الوطني وتشرف لينا تبع التحالف الوطني. القافلة تضم أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية بالإضافة للمستلزمات الطبية والأدوية والمياه وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب، وشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. المرة دي المرة الستة اللي احنا بنشارك فيها في المساعدات المتوجهة لإخواتنا في غزة. احنا معانا 3 تريلات فيهم مستلزمات طبية وفيهم أدوية وفيهم بطاطين. طبعا حضرتك احنا بنراعي فيها الحاجات اللي هي الضروريه لابقاء الحياه في لاخواتنا الفلسطينيين، سواء حاجات بتقف النزيف او سواء حاجات اساسيه للجروح والباتر والحاجات اللي هي في العمليات والكلام ده كله، ودي كلها حاجات بتبقى حجمها قليل جدا ومكلفه جدا. فطبعا التريله الواحده اللي طالعه معانا معديه ال 2 مليون جنيه. احنا مشاركين في القافله رقم 6 لاهلنا في قطاع غزه من خلال 10 عربيات تريلات محملة بكل عربية فيها 5000 كرتونة مواد غذائية وسلع غذائية أساسية لأهلنا في قطاع غزة، ما بين السلع الأساسية ما بين سكر ورز ومكرونات وكل السلع الأساسية اللي بيحتاجها القطاع بالتنسيق مع التحالف الوطني. وهكذا تواصل الدولة جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون. محمود جميل، التلفزيون المصري. يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. ولم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة للمساومة الإقليمية أو الدولية.
جهود مكثفة ودعم بلا حدود على مدار عقود. فمنذ عام 1948 وتحمل مصر على عاتقها القضية الفلسطينية، حيث حرصت على التأكيد دوما على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية والتي ترتكز على عدة محاور، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. وتوالت الجهود، وبدعم مصري مسبق أكد مجلس الأمن رؤية الدولتين ودعا للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية. وكان لمصر جهودا في إقرار خطة خريطة الطريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر 2003 التي تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967، لتواصل مصر بذلك دفاعها المستميت عن القضية والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، ومن ثم الإشراف على صفقة جلعاد شليط عام 2011. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، واشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017، إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني من الداخل لحل القضية. وكان ولا زال لمصر دور رئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. هذا الجهد متعدد الاتجاهات ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة والمستمر منذ أكتوبر الماضي، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي، شملت قطاعا كبيرا من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات لمحاولة حصار هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان في إطار موقفها الثابت والراسخ في قضية العرب. تتخذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني أو السياسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ويظهر الإصرار المصري والدور الذي تقوم به الدولة في دعم الفلسطينيين، وذلك بتنفيذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. لا للعدوان، لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية. مواقف ثابتة وراسخة لا يغيرها المكان ولا الزمان، تتبناها مصر وتؤكدها دوما على مر التاريخ. كان آخرها إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي. فالقاهرة لم تألو جهدا لمساعدة الفلسطينيين سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، حيث تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب مع الأطراف كافة سواء الإقليمية، العربية أو الدولية، وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسياً في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى توصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة. يأتي ذلك بعدما طرحت القاهرة
الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي للحل نهائيا للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية، ذلك من خلال خارطة الطريق التي طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام ذلك في 21 من أكتوبر الماضي. الخارطة تضمنت ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، فضلا عن الانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. وقد احتضنت مصر العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثل المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية. جهود حثيثة تمضي تحت مظلة لجملة من الثوابت المصرية وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية ورفض مساع لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، حيث أكدت مصر مرارا وتكرارا أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر، مشددة على أن التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للاطلاع على مرافق المركز ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقلة نوعية وإنسانية تشهدها المنظومة العقابية في مصر. من هذا المنطلق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للاطلاع على مدى التطوير في برامج الإصلاح والتأهيل التي يوفرها مرافق المركز المنشأ على أحدث النظم الإنشائية والإصلاحية. قام الوفد بجولة داخل مرافق المركز ومنشآته، وفي المقدمة المركز الطبي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ويوفر عناية صحية فائقة للنزلاء. المستشفى الموجودة مجهزة بأحدث الأجهزة وكل غرف العمليات ونظام الكبسولة المغلقة، حقيقة في اختلاف كمي ونوعي وكنتش متخيل إن ده موجود في مش هنسميها السجون المصرية دلوقتي، بنسميها مركز الإصلاح والتأهيل. شفنا أحدث الأجهزة المتاحة وأفضل المباني والإمكانات المتاحة للنزلاء، مما يؤكد أن الدولة بتراعي حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. واصل الوفد جولته داخل المركز حيث اطلعوا خلالها على الرعاية المقدمة للنزلاء المعيشية والتعليمية والتأهيلية، حيث يتم تطبيق برامج إصلاحية وتعليمية متطورة تراعي أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شفنا قد إيه النزلاء يعني بيمارسوا حياتهم، شفناهم إزاي بيتحولوا إلى منتجين في ورش نجارة وأعمال حرفية وأعمال يدوية. إحنا اللي شفناه النهاردة فعلا يتواكب مع العصر ومع الجمهورية الجديدة. طبعا أنا شفت برضو بعض الحاجات الملحقة به، سواء كان الملاعب، الحضانات، المزرعة، الحاجات دي كلها، دي حاجات طبعا هائلة برضو للاستفادة من الإمكانيات الموجودة للنزلاء. منبهرة بشغل اللي عاملاه وزارة الداخلية،
انا لو ما كنتش جيت وشفت بنفسي ما كنتش هصدق. بشكر وزاره الداخليه جدا ان هي اتاحت لي انا وزمايلي ان احنا نزور النهارده مركز اصلاح وتاهيل باخمين. انا فخور باللي انا شفته هنا، اللي جاتني الفرصه ان انا اطلع بشكل تفصيلي وبرؤية عين عن الإنجاز الرائع اللي حصلها في هذا المركز الرائع، اللي احنا سمعنا كتير من وسائل الإعلام إنما اللي بيشوف غير اللي في على وسائل الإعلام غير اللي بيشوف برأي العين. اللي احنا شفناه النهاردة في معاملات النزلاء وإن الحياة الجديدة اللي بدأت تطورها وزارة الداخلية مش كمسجون بيأدي عقوبة، لا ده كإنسان يصلح إن هو بعد ما يخلص عقوبته ويخرج إن هو يبقى شخص تاني، شخص يتعامل مع الحياة بطريقة كويسة. بجد احنا نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية لهذه الجهود الكبيرة. تتواصل الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل ليتعرف الجميع على ما تتمتع به هذه المراكز من إمكانات كبيرة توفر حياة كريمة للنزلاء وتؤهلهم للاندماج في المجتمع لبداية حياة جديدة. زيارات متنوعة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل من طلبة الجامعات ومن المجالس النوعية المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق هذه المراكز وما تقدمه من خدمات ورعاية متنوعة للنزلاء من أجل إعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. والآن إلى جولة جديدة لأهم أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة مع محمد عبد الله. إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا شروق. إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. تبدأ نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي غدا في استلام الأقماح في المحافظات التي بدأت التوريد مبكرا وهي جنوب سيناء والفيوم وأسوان والوادي الجديد. وأكدت الحكومة أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشوان المطورة والهناجر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الآن. وأشارت الهيئة إلى المميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات بالإسهام في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات. تشارك مصر اعتبارا من غدا الاثنين في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن واجتماعات وزراء المالية لدول في مجموعة العشرين. وستتحدث مصر بصوت البلدان النامية والإفريقية من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، كما ستطرح يواتها في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، فضلا عن شرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي التي تمت مؤخرا لتمكين القطاع الخاص. قال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل. وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق، عززت من أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي وساهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92 دولارا و18 سنتا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل، ما زاد من خطر توسع الصراع في المنطقة. وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.3% بعد تراجعه نحو 2% خلال الجلسة. وفي بورصة قطر انخفض مؤشر الأسهم الرئيسية 0.8% وخسرت معظم الشركات المدرجة عليه.
أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى 304 مليارات دولار. وكان الدين الخارجي الروسي سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل نحو 91% من حجم الاقتصاد الروسي. وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي حتى الأول من إبريل الجاري إلى 2200 دولار وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. نهاية أخبار الاقتصاد، من جديد أعود إلى شروق وأميرة. شكرا لك محمد عبد الله. وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى مدينة تشونغ تشينغ الصينية في مستهل زيارة رسمية للصين تستغرق 3 أيام. وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن شولتز يزور الصين بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشانغ ويرافقه مجموعة من كبار ممثلي عدد من الشركات الألمانية الشهيرة. والآن وقفة رياضية من نشرة التاسعة. مرة أخرى إليك محمد عبد الله. شكرا شروق وشكرا أمير. إلى أخبار الكرة والملاعب، أخبار الرياضة. حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على ناميبيا بنتيجة 10-3 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات في المغرب. ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط بعدما فاز في مباراته الأولى على ليبيا بنتيجة 4-0. اختتم فريق الزمالك والأهلي استعداداتهما للمواجهة المقررة لها غدا الاثنين في تمام الساعة 7 على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع 10 لمسابقة الدوري الممتاز. يدخل الزمالك المباراة في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، في حين يحل الأهلي بالمركز 9 برصيد 21 نقطة من 10 مباريات. سقط ليفربول أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب إنفيلد ضمن منافسات الجولة 33 بالدوري الإنجليزي. تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة ليبقى في المركز الثالث خلف أرسنال ومانشستر سيتي. أما كريستال بالاس فقد رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز 14. ألحق أستون فيلا بأرسنال أول خسارة هذا العام بالتغلب عليه في معقله بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز. الهزيمة حرمت أرسنال من الصدارة ليستقر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة متأخرا عن مانشستر سيتي المتصدر بفرق نقطتين، بينما رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 63 في المركز 4. توج نادي باير ليفركوزن الألماني بلقب بوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ضيفه فريدر بريمن بخماسية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب باي أرينا ضمن مباراة الجولة 29. بتلك النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز 12. نهاية أخبار الرياضة، أعود من جديد إلى أميرة وشروق. شكرا لك محمد. استمتع السائحون في إسبانيا بالحرارة غير الموسمية أثناء زيارتهم لمواقع مدينة روندا الجنوبية، لكنهم أعربوا عن قلقهم بشأن آثار تغير المناخ على الكوكب. ويستغل السكان المحليون والسياح درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد لشهر إبريل لممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي لمسافة طويلة والاسترخاء على الأنهار والشواطئ. وإلى آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة. عودة مرة أخيرة إليك محمد. شكرا أميرة وشكرا شروق.
إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 30-18، الإسكندرية 25-16، مطروح 23-14، بورسعيد 24-17، الإسماعيلية 31-18، إلى السويس 31-17، العريش 26-16، طابة 27-18، شرم الشيخ 31-22، والغردقة 31-20، وإلى الأقصر 35-19، أسوان 34-20، الوادي الجديد 33-19، شلاتين 31-20، وحلايب 28-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترك حضراتكم مع اللقطة الأبرز لهذا اليوم. إلى هنا تكون انتهت نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكرة بأبرز عناوينها. عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد بين طهران وتل أبيب، ووزير الخارجية يجري اتصالات مع نظرائه الإيراني والإسرائيلي والأمريكي. زعماء مجموعة السبع ينددون بالهجوم الإيراني على إسرائيل ويؤكدون العمل على محاولة استقرار الوضع في الشرق الأوسط. العاهل الأردني يؤكد أن بلاده لن تكون ساحة لحرب إقليمية، وعمان تستدعي السفير الإيراني لرفض تهديدات طهران.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا اميره، ازيك يا شروق، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. نتمنى تكونوا قضيتوا اجازه كويسه، ولا ما اجزتوش ولا ايه؟ لا الحمد لله اجزنا. اجزتوا الحمد لله، وكانت اجازه سعيده هادئه جيده. يا رب دايما علينا جميعا. كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه، واشكركم اولا واستاذنكم نبدا فقراتنا. انتوا عارفين طبعا اليوم النهارده حافل، ربنا يستر. اشكركم جدا.